تعمل روسيا مع سوريا على فتح ممرات إنسانية واسعة النطاق بهدف تقديم المساعدة للمدنيين في حلب. هذا وحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المنظمات الدولية الأخرى في البلاد على الانضمام إلى العملية. لقد انتهى الوضع الصعب في حلب وضواحيها، ونحن قريبون من انهاء الوضع الإنساني الحرج، وهذا هو سبب الإطلاق عملية إنسانية واسعة النطاق تهدف إلى تقديم مساعدات للمدنيين في حلب. وشددت قوات الحكومة السورية وقوات التحالف الخناق على المنطقة المتمردة الرئيسية في حلب، وحثت المقاتلين هناك على الاستسلام، وحذرت جماعات إنسانية من وقوع كارثة كبرى إذا استمر الحصار على الأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في حلب. هذا ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا روسيا والولايات المتحدة إلى العمل معا للحد من العنف في سوريا قبل استئناف محادثات السلام في جنيف نهاية أغسطس المقبل، وأضاف أن فشل خطة التعاون بين موسكو وواشنطن أثر سلبي على المحادثات.